بات الزوجان الهولنديان أليس لوتس وهاري ديكرز أول مستأجرين في أوروبا لمنزل صمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وتسلم الزوجان المتقاعدان مفتاحهم الرقمي، وهو عبارة عن تطبيق يمكنه من فتح باب المنزل المطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد. ويعد المنزل الذي يأخذ شكل الصخرة واحدا من بين خمسة بيوتات شيدتها شركة سان جوبان ويبر بيمكس في مقاطعة أيندهوفن جنوبي هولندا، وعرضته للتأجير مقابل 800 يورو شهريا. وفيما ذكرته الجارديان البريطانية فإن مساحة المنزل تبلغ 94 مترا مربعا، ويعد العقار الأول الصالح للسكن والتأجير في أوروبا صنع بالطباعة ثلاثية الأبعاد. ويتكون المنزل من 24 عنصرا خراسانيا تم طباعتها طبقة تلو الأخرى في مصنع في أيندهوفن قبل أن تنقل بالشاحنة إلى موقع البناء ووضعها على أساس لتعمل عليه شركة البناء، ومن ثم يتم تركيب السقف وإطارات النوافذ. وتتضمن طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد ذراعا آليا ضخمة زودت بفوهة تقوم بإخراج الإسمنت المعد خصيصا للبناء، وتتم عملية طباعة الإسمنت وفقا لتصميم المهندس المعماري مع إضافة طبقة فوق أخرى لإنشاء جدارا قويا ومتينا. ويمثل البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بديلا اقتصاديا لطرق البناء التقليدية، إذ أنه أقل تكلفة وضررا على البيئة. فهذه التقنية تقلل من كمية الإسمنت المستخدمة بالإضافة إلى تخفيض الأيدي العاملة التي تشارك في عملية البناء. أزاحت شركة جريت وول أو السور العظيم الستار عن مشروع مركبة جديدة ستتحدى من خلالها سيارات البيكاب F-150 الكبيرة من فورد. وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة الصينية لمركبتها الجديدة، نلاحظ أن السيارة أتت بحجم عملاق كما سيارات F-150 من فورد وسيارات الرام 1500، وحصلت على ملامح القوة من خلال تصميم شبكة الأمامي العريض والبارز وتصميم مصابيحها الكبيرة المربعة، والتي تعيد للأذان أشكال مصابيح السيارات الرباعية الدفع والتي نزلت السوق في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. كما جهزت الواجهة الأمامية لهذه المركبة بممتصات صدمات معدنية كبيرة وبملحقات خاصة لانتشال السيارة في حال علقة في الرمال أو الوحل، وجهزت بمصابيح Light Emitting Diodes LED بتقنيات حديثة تؤمن إضاءة ممتازة أثناء التنقل في الظلام. أما محيط الهيكل وحجرات العجلات فأحيطت بإطارات من البلاستيك المتين الأسود لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة والأوساخ، وطلي شبك غطاء المبرد بطبقة من الكروم اللماع التي تمنح السيارة ملامح الفخامة والعصرية. ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات بنزين بستة اسطوانات وبسعة 3 ألتار، وتولد عزما يعادل 345 حصانا، وبمحركات هجينة أو ما يسمى بالهايبريد أكثر قوة من الأولى. وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات وبنظامي دفع أمامي ورباعي. نشر مجلس الرقابة لدى الحكومة الأمريكية تقريرا بشأن حالة الدرع الصاروخية الأمريكية. جاء فيه أن وكالة الدرع الصاروخية الأمريكية فشلت عام 2020 مرتين في اختبار منظومة الثاد باتريوت المطورة للدرع الصاروخية. وأشار التقرير إلى أن وكالة الدرع الصاروخية الأمريكية اختبرت منظومة الثاد باتريوت مرتين، لكن كلا الاختبارين باء بالفشل. وكان يخطط لإطلاق 9 صواريخ مضادة، ثم اضطرت الوكالة بعد فشل إطلاق الصاروخين المضادين للصواريخ البالستية إلى تأجيل 7 اختبارات أخرى بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة. يذكر أن صواريخ الثاد باتريوت هي منظومة برية للدرع الصاروخية المخصصة للحماية من الصواريخ متوسطة المدى على ارتفاعات عالية. وتتضمن المنظومة منصات لإطلاق الصواريخ ورادارات وأنظمة لقياس النيران والاتصال. ويعمل خبراء الوكالة الأمريكية في الوقت الراهن على تطوير وتحديث هذه المنظومة لتزود برادار أحدث يتعاون مع منظومة باتريوت للدفاع الجوي. في المقابل تقوم روسيا بتطوير منظومتها الصاروخية المضادة للصواريخ البالستية والطائرات،
حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح اختبار عاشر لصاروخها المضاد الذي سينضم إلى الدرع الصاروخية لمنطقة موسكو. واعتقد المحللون أن المقصود بالأمر هو صاروخ نودول الروسي الذي يمكن أن يطلق من منصات ثابتة ومتحركة. ونقلا عن وزارة الدفاع الروسية، بمقدور هذا الصاروخ أن يصيب كل الأنواع من الأهداف الجوية بما في ذلك الأقمار الصناعية، ويتوقع أن تستخدمه كذلك منظومة S-500 الروسية الواعدة للدفاع الجوي والدرع الصاروخية. وتبقى هذه المعلومات غير مؤكدة من مصادر مستقلة، علاوة على أن منظومة الدفاع الجوية الروسية لم تثبت فعاليتها في ليبيا وأذربيجان. العام المنفصل. أطلقت الصين الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية يوم 29 أبريل في مشروع طموح من شأنه أن يسمح لبكين بتأمين وجودا دائما لروادها في الفضاء. وأرسلت بكين وحدة تيانهي أو التناغم السماوي إلى الفضاء، وهي أول المكونات الثلاثة للمحطة بواسطة الصاروخ لونغ مارش 5B من مركز الإطلاق في وينشان في جزيرة هاينان الاستوائية. وستستمر عملية تجميع محطة الفضاء الصينية أكثر من عام، وتجري نحو 10 مهمات متتالية من بينها 4 رحلات مأهولة. ومن المفترض أن تصبح المحطة قابلة للتشغيل في عام 2022. وستتحرك محطة الفضاء الصينية CSS في مدار منخفض للأرض على ارتفاع يتراوح بين 340 و 450 كيلومترا. وستكون شبيهة بالمحطة الروسية السابقة المير، والتي عملت بين عام 1986 و 2001. وتم تحديد مدة تشغيل المحطة بما بين 10 إلى 15 عاما، وستزن المحطة أكثر من 90 طنا. وللمقارنة ستكون أصغر ب3 مرات من محطة الفضاء الدولية. والمركبة تيانهي التي ستكون الجزء المركزي من المحطة الصينية يبلغ طولها 10 أمتار و60 سنتيمترا وبعرض 4 أمتار و20 سنتيمترا، وستكون مركزا لرواد الفضاء الصينيين خلال إقامتهم. وستتعايش المحطة الصينية في المدار حول الأرض مع محطة الفضاء الدولية التي يفترض أن تستمر في العمل لسنوات أخرى. ولا تهدف بكين إلى جعل المحطة الصينية مكانا لتعاون دولي مثل محطة الفضاء الدولية، لكنها أعلنت أنها منفتحة على التعاون مع الخارج. واستثمرت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي على مدار عقود للحاق بالأمريكيين والروس والأوروبيين. وقد أرسلت هذه الدولة الآسيوية العملاقة أول رائدة فضاء في عام 2003، كما أنزلت مركبة على الجانب البعيد من القمر في عام 2019 في سابقة في العالم. وفي العام الماضي جلبت عينات من سطح القمر، ويتخطط لإنزال روبوتا صغيرا بعجلات على المريخ في مايو المقبل، فيما أعلنت وكالة الفضاء الصينية الشهر الماضي أنها تنوي بناء قاعدة على القمر مع روسيا. وضعت شركة سمول روبوت كومباني SRS روبوتها الجديد في أحد حقول مدينة هامشير البريطانية لاستعراض قبل أن تبدأ عمليات الاختبار الفعلية والمكثفة، والتي ستبدأ في شهر أكتوبر القادم. الروبوت قاتل الأعشاب يتجول في الحقل، وبمجرد أن يحدد محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به هدفه ينزل قطبا كهربائيا ويطلق شحنة كهربائية كبيرة بقوة 8000 فولت. وهذا يحدث فرقعة مسموعة ويجعل العشب يغلي من الداخل، وبالتالي يقتله على الفور. وتقول الشركة المصنعة أن الروبوت هو جزء من ثورة زراعية رابعة، نظرا لكونه يجلب الأتمتة والبيانات الضخمة إلى عالم الزراعة، ما يؤدي إلى زيادة الانتاج الزراعي وتقليل الأضرار على البيئة المحيطة، كما أنه سيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية التي أصبحت سهلة المقاومة من قبل الأعشاب. واستنادا إلى ما ذكره موقع الجارديان، يعتبر هذا الروبوت الأول من نوعه في العالم الذي يستهدف الحشائش الفردية التي تنمو بين المحاصيل الصالحة. وفي أول عرض عام للروبوت قام بتدمير الأعشاب التي تم تحديدها باستخدام التعرف على الأنماط. ويحصل روبوت ديك على طاقته التشغيلية من حزمة بطاريات من شركة تسلا. قررت شركة لوفت هانزا الألمانية للطيران وقسمها التجاري تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة وتخفيض نفقات تشغيل أساطيلها الجوية
من خلال تغطية أجزاء كبيرة من طائراتها البوينغ 777F بغلاف يحاكي شكل جلد سمك القرش من السنة القادمة. وهذه التكنولوجيا تدرسها شركات الطيران المدنية والعسكرية في الولايات المتحدة وألمانيا منذ سنوات عدة. فمن السنة القادمة ستقوم لوفتهانزا الأسطول التجاري ولوفتهانزا تكنيك بتغطية الطائرات بغشاء يشبه جلد سمك القرش، وستستخدم إشعاعات ليزرية لتعمل خطوطا على طبقات الطلاء على هيكل وأجنحة الطائرة. وهذه الخطوط والفتحات ستكون بحجم 50 ميكرومتر وستقلل من الاحتكاك بين هيكل الطائرة والهواء. وبكل بساطة وبسبب انخفاض الاحتكاك ستحتاج الطائرة إلى قوة أقل لتحقيق نفس السرعة، وهذا سيؤدي إلى خفض إنفاق الوقود. وعلى الرغم من تطوير التكنولوجيا لسنوات عدة، إلا أن تخفيض كمية الوقود المستهلكة بسبب هذه التكنولوجيا لا تعتبر كبيرة جدا. فاعتمادا على تصريحات لوفتهانزا، فهذه التقنية ستخفض مقاومة الهواء للطائرة ب1% فقط. وتعتقد لوفتهانزا من خلال استخدام هذه التكنولوجيا على 10 طائرات بوينغ 777F فستكون التخفيضات في استخدام الوقود حوالي 3700 طن سنويا، وهذا سيقلل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بحوالي 11700 طن سنويا، وهو ما يوازي إلغاء 48 رحلة بين فرانكفورت إلى شنغهاي في الصين. وتكنولوجيا جلد سمك القرش ليست التكنولوجيا الوحيدة التي تحاول شركات الطيران الألمانية تبنيها. فقبل حوالي شهر بدأت الشركة الألمانية في اختبار وقود خالي من الكربون بأحد رحلاتها من فرانكفورت إلى شنغهاي في الصين.